السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم اخوكم اسكندر. السلام عليكم خوتنا في كل مكان. توجور اخوتي نديرو نيكست ليبيزود سويفونت على خونا امين وابري. حبيت نكمل لكم برك لا فيديو تاعي خوتي. بون نلخص لكم القصه وما فيها، يعني البقيه كما قلنا لكم، رحنا هذيك والبارح عندنا يومين هذيك درنا هذيك الوقفه، شغل وقفه ماشي احتجاجيه، لكن وقفه برك يعني عند روحنا احنا. يعني ربما بالوقفه هذيك هذه المخلوقه بالك يتبدل رايها. ما نخبيش عليكم اخوتي، ما نخبيش عليكم اخوتي خواتاتي، هذه المخلوقه هذه هادو الناس هادو اللي داروا لي يعني تقدر تقول يعني اللي داروا النداء تاع الوقفه، بينهم غني مهدي والياس فيلالي. هادو الناس اخوتي تقدر تقول غلطونا، نزيد نعاودها بصريح العباره، غلطونا يعني شغل يعني بروبوزاونا افير وفي حد ذاتها هي من لا باز غلطه، هذه لافير غلطه من لا باز، فهمتني كيفاه؟ دوك تقولوا لي كيفاه، سبوزيو لا كيسيون كيفاه. هذه المخلوقه خوتي كيما هضرنا معاها مسنطحه، كيما يقولوها لي زونغلي، كاينه جود نيوز وكاينه باد نيوز. جود نيوز راني جايكم فيها، يعني خبر مليح راني جايكم، والخبر اللي مش مليح راني جايكم فيه. نبداو بالخبر اللي مش مليح. جا الياس فيلالي ناشط، يعني ناشط جمعوي، ناشط هنا الجاليه، قال لك جاي يعني بافكار تاعو انه يا يعني شغل بالشروط، يا طلقي لنا الطفل نهبطوه للبلاد، ولا نطاكيوك في الشرع باللي كتزوجتي به حراق حراق وتزوجتي به وعلى بالكي وغيرها وغيرها وغيرها، راكم على بالكم اكيد تزوجتي به حراق، تزوجتي به مينار، تزوجتي به هذي. حنا قلنا زعما انا في رايي انا ما هذا الشرط ما على باليش به، كي قال نخمم شوف مع الاول بعد مع الاول والله غير الشرط هذا بالي بلي هذا الشرط راح يطيح في الماء، ما راح يقضي والو بريميرمون، ودوزيامون راح يزيد يعقد الامور، تروازيامون راح يطول الحاله، وكاتريامون هذا الشرط هذا لوبسيون هذه تاع الياس فيلالي هذه تاع نطاكي كيف الشرع ونديرو حنا محامي وهذيك وطاطاطا ومنا منا، هذا المشروع راح يطول ولي شونس تاعو باه ينجح ضعاف. لا بروف هي هضرت قالت كان ما نستعرف بوالو، قالوا لها الياس قالوا لها يا مخلوقه الطفل صغير وانت تزوجتي به وهذيك، قالت كما الصع ماشي هذاك هو اسمه، قالت انا ما نعرف بوالو، مش هذاك هو اسمه، وين كانوا عائله تاعو هكذا. يعني تهضر يعني منين تروح لها عندها الصرف، منين تروح لها تعطيك الصرف. قالت انا عندي بروف باللي هو جاب الباسبور من القنصليه الجزائريه في لندن بالاسم تاع عمر جبيلي، واش عاد تزيد فوق من هذه؟ واش انت جاي تقولها باللي كي تزوجتي به بالمدرح، هو تقول لك وخرج الباسبور تاعو وتزوجنا بالباسبور تاعو ودفعناه عند دائرة الهجرة هنا في بريطانيا باسم عمر جبيلي، وجاي انت تقول لي باللي اسمه امين وابري. خلاصة ما يا خوتي احنا انا جيت بافكار، انا واحد من الناس اخوكم اسكندر جيت بافكار حبيت نبروبوزيهم، ما خلاونيش والله ما خلاونيش، شغل ولات فوضى، وراحوا هذوك الناس اللي ركبوا الموجه تاع بداو معاها تعرف مسنطحين كي بروفيتيتي عليه بصغرو كي تزوجتي به كوارتون مش هذوك ما كوارتو، يعني وهي ترد وهي تعيط، يعني واش نقول لكم يا ناس. بون ما عليناش، بون بريف دركا يا ناس، القضيه هذه عندها، قالها الاخر عندها لو فاكتور طوم ما يسمحش، فاكتور طوم ما يسمحش، تسمى القضيه دركا راهي تلعب في اليومين هادو ثلاث ايام با بليس، فهمت؟ ولازم تخرج بلا ديسيزيون. انا جماعه بروبوزيت لهم حاجه لكن تسمعوا فيا، لاني نهضر فيها لوجه الله، لا في سبيل الله.
انا بروبوزيت لا مجموعه انهم يروحوا يتفاهموا يديو بنات يديو نساء هذه مرا يهضروا معاه نساء ما نقدروش نروحوا نهضروا معاه حنا لي زوم. على بالي كان معنا خونا طوني كيتوس يعني انسان مستعقل انسان عاقل وبارك الله فيه. دركا ميم طوني يجي يقدم طوني انا ماشي نشهر فيه ولا جو سوي با سون افوكا ميم طوني يجي يهضر الجماعه من بعيد يقول لك وجاي بروفيتي لا يا ناس نعلو الشيطان نعلو الشيطان يجي بروفيتي طوني طوني لابس به يجي بروفيتي لك هو بزوج طواز ربع طواز تمسخر بيا الناس تهضر تجي نيمبورت كوا سيد مليونير هنا يجي ويطمع لك هو في 10 طواسن ولا ما كمان نعلو الشيطان ليسونسيال اخوتي ما نضيعوش الوقت. انا القضيه هذه اخوتي هذه القضيه تتلعب راني نهضر معكم ونعاود لكم لازم نخيروا ربع نساء يا ناس نعلو الشيطان انا اللي ندير لكم نداء منه خيروا ربع نساء ولا خمس نساء من الجمعيات هذو الخيريه ناس نساء يكونوا واعيات فهمتني يروحوا يحكموها وحدها ويهضروا معها النساء وتجيب هي معها واحدة أخرى يعني نقولها جيب معها مرة ما تسوحش برها باللي مركب نقص هكذا ولا يعني بوزيسيون ضعيفة ويديوها الكاش دار كاش دار ويهضروا معها هذه هضرة تتهضر في ديار فهمتني وبالعقل ماشي بالعياط وهذيك هكذا وان كونتاكت مع لافامي تاعها اون كونتاكت مع لافامي تاعها قالت هي اسمه عمر جبالي قال مخلوقه هذا السيد غلط هادو اللي جان هادو غلطوا ما كانش اللي ما غلطش بزاف اللي غلطوا ونورمال هادي مي بزاف اللي غلطوا هذا الطفيل هذا غلط كان مسكين الهدف تاعو هو الكوارت هذا ما كان هذاك الاسم كيفاش دار به هذيك تبقى حكايه دي باسي بصح السيد هذا يا مخلوقه انسي بلي هذا السيد اسمه امين وبري ولا كان حبه لي بروف اي كان التكنولوجيا نجيبوا لك كاين لي سيونس متطورين نجيبوا لك راديان تاع باباه وتاع مو هكذا هذا ما كانوا تبروفي باللي ونبروفيو لك باللي هذا هو امين وبري وعفى الله عما سالف لي صرا ما كانش اللي ما يغلطش ما كانش اللي ما يغلطش في الدنيا هذه مسلم ولا يهودي ولا مسيحي ولا هندوسي ولا سيخ ولا ما كانش اللي ما يغلطش فهمتي درك انت عشتي معاه عوام اللي كتب ربي واش اللي كتب ربي عشتو عوام فهمتي هذا السيد كتب ربي مات خليه مسكين على الاقل مو تفرح به وهي مسنطحه على بالي وانا حبيت نقولها باللي ما كانش منها تاع امين ما هضرش مع مو والديه في التليفون هذه المده كامله مستحيل ما تدخلش العقل حبيت نقدم لها صحابه اللي كانوا شاهدين باللي امين كان يهضر مع والديه ولا كان الناس يسمعوا فيا في الفيديو هادو مادا بهم يعني هما ثاني يتقدموا يهضروا قال يديروا فيديو قال مخلوقه اهضروا معها بالعقل يا مخلوقه حنا رانا صحابو صحاب امين في فنزبيري على بالي هما كل كانوا لوكاليزي في فنزبيري خدامين الناس خدامين بسكوتر يخدموا ديليفرو اللي يخدم اوبر ايت كل واحد واش رزقه ربي فهمت حنا رانا صحابو فهمتني وما كاش منها الطفل هذا كان يخدم يهضر مع والديه وكاينه حاجه اخرى انت ثاني اللي راكي مرتو ومتزوجه به على ما درتيش على ما حوستيش على والديه ودرتي لهم الفيزا وجبتيهم عندك كي عندك دار وعندك خدمه شابه وعندك يجي بي والديه مادام الطفل هذا تحبيه فهمتي هي قالت على كل حال اخوتي هذا يعني نداء الناس كل ما قالتش انا حنحرقوا هذه ما نعرف الناس برك كيفاش جبدوها وكاينين اناس ربي يهديهم استغلوها منها هذاك الفيديو تاع غاني مهدي والياس فيلالي ما كانش منها ما قالتش انا حنحرقوا هضروا معها ناس او كونترير هي كي مات وقالوا لها لابوليس بلي مات راحت هي راحت لوبيتال تاع وايت شابل وجابوا لها الامام تاع وايت شابل بيسك لوبيتال فيه الامام وفيه تالي مثل الدين المسيحي وفيه لي مثل الدين اليهودي يعني ايكيبي دو تو فهمت جابوا لها الامام وهضرت معاه وكذا وش هي الخلاصه قالوا لها تقدري تدفنيه في المقبره الاسلاميه علاه الامام مش جزائري الامام باكستاني ولا شوف جينيرال مون تلقاهم باكستان هذوك باكستان ولا هذوك بنغلاديش ولا مسلمين في الاريا هذيك تاع وايت شابل ايست لندن لست دو لندن فهمتوني كاين تما بعد مسجد مش بعيد مسجد كبير ما شاء الله تاع ايست لندن
الامام ما يعرفش، كون جاء امام جزائري بالك كون بالك الامور هذه يكون تفلات في اللحظه هذيك. بعد كان يقول احنا يعني جزائريين هذه يكون يعني تبعتيه لالجيري خير. وكان حاجه اخرى اوبسيون خاوتي، انا حبيت قلت كما قلت لكم الاوبسيون هذيك تاع النساء يهضروا معها يسعقلوها تستعقل شويه فهمتني، يقنعوها ولما لا تهبط هي مع لا ديبوي تاع راجلها، وعلاه لا وعلاه. ولا كان عندك هي مالونطوندي مع العائله تاعو يعاودوا سيدي تتسامحوا وتروحي عند العائله تاعو وتعقبي بقيت مع العائله تاعو وتفرحوا فهمتي وتفرحوا. دركا واش صرا دركا راكي زوجته وهو راهو راجلك وهذوك راهم العائله تاعو، تسمى لازم تبقى هذيك لا كونيكسيون بين بعضكم فهمتني. ومام هذيك تاع لايف انشورنس لا فامي تاعو اخوتي في البلاد من حقهم، من حقهم ثاني بالك احنا ما على بالناش الناس برك هذيك هضره تاع لايف انشورنس حبت تديها حبت تديها وبالك على اخوتي على بالك العائله تاعو ثاني يتفاهموا بالك يتفاهموا في هذه الامور على على تديها هي كامله ما تديهاش هي كامله بالك العائله تاعو جو سي بانا العائله تاعو ثاني يستفادوا على الاقل النصف منها ولا ولا قال مانيش عارف انا 30% ولا 40% ولا حاجه هكذا فهمتوني. وشو اخوتي كان حاجه نحذر منها كاينين سماسيرة الأماسي المآسي، كان كاين مستثمرين في المآسي هادو تولهم منهم أناس تولهم منهم تولهم منهم على قد ما تقدروا، راني يعني نقولها ونعاودها كاينين أناس يستثمروا في المآسي بعض ماشي كل، كاين بعض الناس يستثمروا في المآسي. حنا رحنا أنا واحد من الناس نهضر على روحي والله غير رحت الوقفة هذيك ومن بعد أخوتي شفت الوقفة هذيك باللي بير دو طون والله ضيع وقت أو كونترير هذيك الوقفة هذيك راح تزيد تعقد الأمور يعني في بعض النواحي في بعض النواحي ماشي 100% فيها يعني بورسونتاج مليح وفيها بورسونتاج كبير يعني راح تزيد كانت راح تزيد تعقد الامر اكثر واكثر اكثر واكثر. وهذه المراه خوتي او شغله والقانون معاها في بريطانيا يعني والله العظيم يعني مادام هضرت هكذاك مع الناس ومام بالعياط مام بالعياط والله يعني حتى يعني راهي صافا يعني كانت قادره تقول لك خويا ما عندك حتى هضره معايا واش تكون انت انت واش تكون واش تكون انت و يو ار فهمتني يو دو هاف اني رايت تو توك تو مي هكذا عندها الحق ما عندك حتى دروه ما عندك حتى حق باش تجي تهضر معايا شكون انت شكون انت واش تكون انت واش تكون لو سيل اللي يقدر يهضر معاها هنا في بريطانيا هما الجمعيات ورا الجمعيات شكون اللي يقدر يهضر معاها والديها برك تخلص تم وبالك بالك شويه شويه بالك إذا كان هداهم ربي إلا هداهم ربي الكونسيلا فهمتني مع احتراماتي تاع صحابو مع احتراماتي على بالي حكيت مع صحابو يعني حكاولي يعني عقبوا وقت مليح كي كانوا يعني في الصغر يعني في يعني شويه ماشي الميزيريا ماشي الميزيريا لا حاشا كانوا شويه مشاكل مش خدامين مش هذيك عندها بزاف زمان حكى لي صحيبو والله يعني قصه مؤثره والله قصه مؤثره حكى لي واحد صحيبو قال لي وكان يشتيني ربي قال لي كنت مندورش في فانزبيري يعني ماشي ميدورش قال لي جبدت هكذا وهذيك قال لي والله راه حكمني ولام عليا وكيفاه ما تجيش وكذا قال لي كي قلت له اني كاسيس دار راني بيت في دار قال لي والله قال لي لازم ذاك نروح معك لازم نروح معك قال لي وديته معايا قال لي عقبنا وقت يعني انا نحترم صحابه بصح صحابه يا ناس يا ناس لموا رواحيكم لموا رواحيكم صحابه صحابه اللي راهم قراب ليه بزاف لموا رواحكم ممكن يفهموكم ناس ممكن تهضروا هضروا معها باللي السيد هذا فهموها بعثوا نداء باللي هذا السيد ما كانش منها هي قالت وين كانوا العائله تاعو قال لا 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 حنا كنا حاضرين مستحيل هنا جزائري سيرتو هنا جزائري عايش في لندن هنا ما يهضرش مع العائله تاعو مستحيل مستحيل وطفل انا طلع صغير على جو دو 15 كيف ما يهضرش مع العائله تاعو واش اللي صرا دابا ما يهضرش مع العائله تاعو ما هذه هي ثاني قاعده تهضر في حوايج ما يتقبلهمش العقل لا ماشي اني مانيش قاعد نعطي لها الحق انا 100% ليها هي قاعده تستعمل شويه الكذب انا في بالي في ميزي انا قاعده تستعمل شويه الكذب بصح البروبليم ما تقدرش رانا في بوزيسيون كما يقولها هي حاكمه الناس من يدهم لي سجع فهمتني هي قادره غدوه تروح للخدمه تعيط لهم تقول لهم ماني درت لي ديبرسيون والله يجيو يديوها للدار ويقولوا لها واش تسحقي تقول لهم ديروا لي حمايه والله يديروا لها حمايه من عند الامن هنا في بريطانيا يديروا لها الحمايه لا بوليس ولا كيلكو سوا
والله نديروا لها الحمايه وما تروحش تخدم وخالصه وتحب تمكر. والله يا خوتي تحب تمكر والله تروح لابوليس تقول لهم خلاص يا فريمنا القضيه هذه. واش يقول لها واش تحبي؟ تقول لهم نحرقوا. والله يا جماعه والله ما تقدروا ديروا والو والله العظيم، لا الجمعيات لا القنصليه ولا العائله تاعو ولا واحد اخر، والله ما تقدر تقضي جرام صدقوني، والله ما تقدر تقضي جرام. ومن الناس هنا اللي قدم في انجلترا راهم يعرفوا هاد لي زوبسيون هادو، يقولوا سقسيهم يقولوا لكم والله. وجي انت صحايب وهذاك الجيريان بيسمى انك الجيريان والجاليه، لا بوليس ما عندها بروف، ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى. تبع القانون يقول لك عندك وصيه، اعطينا الوصيه، ما كاش الوصيه خلاص دير رايها، دير واش تحبيها، هذه هي. وانا حبيت تكون ولد مو اي هضرت قالت باللي عنده وصيه تاع مانيه والو مزوره يا سيدي، والو مزوره يا مو. الا كان تسمعوا فينا العائله تاعو جيب الوصيه هذيك ديها لوزاره الخارجيه الا كان عندكم، ولا ما عندكمش كونوها، كونوها امبريميوها ديروها منش عارف انا، ترجموها العربيه الفرنسيه والانجليزيه وديوها للسفاره، والسفاره تبعثها للقنصليه لهنا والقنصليه تصدر بها. كي اختاش مو قالت عندك عندهم وصيه باللي باغي تدفن في القبر تاع جدته، يجيبوا هذيك الوصيه سيدي يزربوا اكتيفيو بها، فهمت كما قال الاخر اكتيفيو البروسيس هذا، ما ياخذش على الاقل يومين، يومين 48 ساعه يكون هنا في القنصليه تاع لندن، وواحد ممثل تاع القنصليه يقدر يقدمها لهنا للجهات المعنيه لوبيتال تاع وايت شابل ديريكت. قال يا ودي السيد هذا وعندكم في لامورغ عندنا الوصيه، بالك هذيك الوصيه تقلب الموازين هكذا. وبارك الله فيكم اخوتي، ويعني ان شاء الله نتمنوا، يعني انا من الله نتمنوا ان شاء الله امين يهبط 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 يرسلوه للبلاد ان شاء الله يتدفن في البلاد. والله يعني يعني كي شفنا هذاك الفيديو تاع والديه، يعني هذه حاجه عاديه. درك انت مرتو هذا السيد نورمالمون يهضر معاه، هذا السيد مخيمات انت عشتي معاه فهمتي، واش هي لا ديفيرونس كي راح يتدفن هنا ولا يتدفن في لانجلتر، يتدفن في لانجلتر ولا يتدفن في الجيري؟ خليه راه يتدفن في الجيري وانت تحبي تروحي انا تزيد افتحوا لها البيبان، روحي يا سيدي روحي ما تخافيش، ما يصرى لك ولا مشكل ولا بروبليم فهمتني. هذه هي. السلام عليكم.